الجزيرة تضلل القطريين، أغمضت عينيها عن إضراب العمال بقطر، أقفلت عدساتها عن حرائق وأضرار الإضراب، أدارت ظهرها لشح السلع الاستهلاكية، ضللت المواطنين بشأن خسائر البنوك، أخفت حقيقة تدني الاقتصاد القطري. أتمنى من المستثمرين أن يحسوا بقطر. تجاهلت فشل جولات أمير قطر، حرفت تصريحات مسؤولين دوليين بشأن الأزمة. إن دولة قطر كانت لديها علاقات جيدة. الجزيرة تكذب حتى على القطريين.